اللب الرمضاني في زمن كورونا. الدكتورة سلوى الجسار تؤكد إصابة 100 شخص من الكادر الطبي في وزارة الصحة. اليوم أكثر من 100 شخص من الطاقم الطبي والتمريضي أصيبوا في كورونا. وصلت اليوم مستشفى مبارك أكثر من 20 شخص ما بين طبيب وممرض. اليوم وصلت مستشفى الأميري، وصلت مستشفى الصباح. اليوم الإصابات اللي صارت في مستشفى الصدري من ممرض هندي. دكتورة عفوا للمقاطعة دكتورة سلوى، يعني هذه الأرقام اللي قاعد تقولينها مصدرها من وين؟ يعني وهذا سؤال مهم، يعني البعض قد يعني قد يحاسبني عليها، يعني يقول من وين مصدرها؟ إيه المصدر؟ مصدرها من مسؤولين ميدانيين، من مدراء مستشفى أو مدراء مناطق صحيه. انا ما اتكلم من فراغ. دكتوره سلوى، يعني احنا امانه نقدر جهود معالي وزير الصحه والاخوان والعاملين في وزاره الصحه، وخصوصا معالي الوزير، جهود جباره واللي قاعد يقومون فيها بشكل كبير، لكن الملاحظ انه كان في بدايه الازمه كان الحديث عن اي شيء كان هناك يظهر الاخوان في 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 العلاقات العامه او المتحدث الرسمي للحديث عن اي شاعه، مثل يوم الحديث مثلا عن عدد إصابة الدكاترة والممرضين ويعني الفرق المساندة لهم، ما حد قاعد يطلع ويقول ان كم العدد، ان هذا العدد صحيح، ان هذا العدد مو صحيح، وقاعد تكثر مثل هذه الامور. فانا اتمنى من الاخوان في وزارة الصحة عدم التراجع في ظهورهم الجيد الممتاز والجهود الجبار اللي قاموا فيها اعلاميا في البداية، ان يتراجعوا في اخر الازمة. يعني الناس تحتاج الى توضيح حتى أن لا يكون هناك إشاعات كثيرة في مثل يعني كثير من بعض المواضيع. فأعتقد نحتاج إجابة شافية في مثل هذه الأعداد اللي ذكرتيها دكتورة. مؤتمر وزارة الصحة المتميز بالشفافية يعلن اليوم عدد الإصابات بين الكوادر الطبية في وزارة الصحة، والتي بلغ عددها الإصابات 105 إصابة توزعت بين المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الأهلي ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ومستشفى شركة نفط الكويت. الإصابات في المنظومة الطبية والصحية شملت زملائنا المواطنين وزملائنا من مختلف الجنسيات الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية. عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا فقد تجاوز عددها في دولة الكويت 179 ألف فحص حتى الآن. فقد قام وما زال يقوم أبطالنا ببطولات وتضحيات يسجلها التاريخ وستتوارثها الأجيال حتماً.